في ايه؟ الواد قصدي ايه؟ ايوه يا باشا، روح لعمك جورج يقول له فين تمن الحته اللي خدها مننا. انا يا باشا حالا يا باشا، دقيقتين يا باشا واكون عنده. بسرعه. على حاضر يا باشا. هوا يا باشا. هو انا مش قلت لك ما تكلمنيش لما يكون في حاجه مهمه؟ وانا عايزك العب معاك طاوله. الحكومه كانت هنا، شكلهم بيدوروا على داليا. عاوزينها في ايدي. في ظابط جالي من كام يوم وقعد يحقق معايا، قال لي تعرف ايه اللي حصل لداليا؟ شكله شاكك في حاجه، من ساعتها بدور عليك مش عارف الاقيك. وانت قلت له ايه؟ سوحته طبعا. وانا اعرف حاجه؟ خلاص، يوم مفيش حاجه تقلق. متاكد مفيش حاجه تقلق في الموضوع ده؟ مش عايزهم ينطوني كل شويه. طالما قلت لك مفيش حاجه تقلق يبقى مفيش حاجه تقلق، وتقفل على الموضوع. حاضر، نقفل على الموضوع. اسمه ايه الضابط ده؟ اسمه آسر. آسر ايه يعني؟ آسر خالد حسين. اصل انا ليا واحد قريبي اسمه خالد حسين، فانا من ساعتها لما قال لي خلاص هشوف انا الموضوع رجع لك. يلا يلا عمده، سندوتشين بقى كبده وسجق من عند عم زينهم، انما ايه هناكلهم ونقع على وشنا دلوقتي. والله العظيم يلا. ماليش نفس على ده كله. انت يا عم يلا بقى، انا مش عارف مالك هتفضل سرحان مني كده وشارك لحد امتى. هاتلي في المنام يا راجا. هي مين يا عم تامر عاشور؟ داليا هتلحش. قالت لي دمي في رقبتك يا عماد، انت ازاي لحد دلوقتي وما تجيبليش حقي؟ ازاي؟ هو في ايه؟ هو الواحد خاب ولا دراعاته خواخت ولا ايه الحكايه؟ ده عماد فيتو اللي كان كل الدنيا بتشهد له في عوقه وتنطيته والنعوش، مش عارف ياخد حق ولا باطل مع الكلب اللي اسمه خالد ده. استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله يا اخويا. انا مش عايز اقول لك كلامي يضايقك على فكره، يعني انا مش عايز اقول لك مثلا ان داليا ايه اللي جايه تحبك دلوقتي بعد ما ماتت، وجايه تقول لك في المنام والنبي خد لي حق عماد، خد لي حق عماد، وفي الدنيا اصلا ما كانتش طايقاك. يا جدع مش هينفع اقول لك الكلام ده، انت متاثر ومتضايق، مش هينفع. ايه لما انت قلت على ايه الرزالة دي؟ يالا ايه يا عم؟ ايه ده يا عم؟ في ايه يا عم؟ خد شندوتشات سيبها عشان احسرك عليها. يا عم امشي يا عم. طب استنى. طيب يا عم استنى. طيب اتكل على الله. يالا طب يالا الاكل. بقول لك حاجه، إيه؟ اخسرني شويه. لا يا. اخسرني شويه. يالا يلا وشك كله تباتا. يلا اتكل على الله. خلاص ها. يلا يا عم. خالد كان عندك هنا بيعمل ايه يا عم رافض؟ نعم، هو انا مش فاهم حضرتك بتتكلم على ايه بالظبط. احنا جايين وعارفين انه كان هنا وان بنته كانت مخطوفه، فريت تتكلم على طول يا عم رافض من غير تضييع وقت. افتكرت هو كان جاي يسالني ازاي انا اعترفت عليه الاعتراف ده عند وكيل النيابه. وانت قلت له ايه؟ انا قلت له انا قلت الحقيقه. طيب مش غريبه انها تبقى الحقيقه وجاي لك لحد هنا بس علشان اسالك عليها؟ لا انا مش عارف يا باشا، لما تلاقوه واسالوه. طيب تفتكر ممكن يكون مين اللي خطف بنته؟ يعني ممكن يبقى مثلا الواد اللي عمل لك عوق هنا في الحته علشان كان عاوز يتجوز بنتك الله يرحمها. كان اسمه عماد مش كده؟ يبقى هو. انا بص يا باشا، خالد جاني هنا جه ومشي، وعماد ده يبقى جارنا هنا في الحته، انما مين خطف مين ومين مسك مين وبت مين ما عنديش فكره على اللي حضرتك بتقوله ده. ماشي يا عم، عماد ده بقى ساكن فين بالظبط؟